ساره من كوكينج وذ اس، واليوم مع سامو اما رح نعملكم معمول بجوز مع شويه نوتيلا اون توب. احلى شيء بالنسبه لإلي برمضان هي جمعه العائله، وهالسنه مع نوتيلا المهمه صارت اهين. نوتيلا عم بيعطينا ريسيبيز سهله وكل العائله بتحبها، وبتلاقون كلهم على recipesbynutella.com. اليوم رح نحضر سوا معمول بجوز مع نوتيلا. اول شيء خلينا نحمل الفرن ب 170 درجه. خلينا نحضر العجينه مع بعض. عايزين طحين، زبده، سميد، سكر ناعم، حليب بودره، ومحلب مع ملح وموارد. خلينا نلبس كفوف تنقدر نخلط العجينة مع بعض. أول شي منحط الطحين مع السميد، نرجع منزيد الحليب والسكر مع المحلب والملح. بعدها بناخد الزبدة تكون دايبة شوي، نخلطها تنتأكد إنه مخلوطة مظبوطة، منحطها فوق الكل، وبإيدينا خلينا نخلطهم مع بعض. هلا انه مخلوط كل شيء مع بعض، خلينا نزيد عليهم الموارد. سو انتم بالبيت زيدوا موارد قد ما بتشوفوا العجينه بحاجه، وضلكم خلطوها لتصير عجينه متماسكه. وهلا خلينا نريح العجينه على جنب نحن وعم نعمل حشوه المعمول. وللحشوه عايزين جوز، بيكن، عسل، وقرفه، وبس تحنون مع بعضكم هيك بتصير. وهلا خلينا نحطهم على جنب ونجيب العجينه. هلا بناخذ شقفه من العجينه وبنبرمها على ايدينا لتصير مثل الطابه، وباصبعنا بنعملها بهيدا الشكل. بعدين بناخذ شويه جوز، خلطه الجوز، بنحطهم بالنص، بنطبق العجينه على بعضها. تأكدوا إنه الحشوة بتكون مغطية بالعجين بالكامل تيكون شكلها حلو، بس نحطهم بالقالب. بعدين بناخد القالب بنحط العجينة بالنص ومنطبقها على كل الميلات. بعدين بنقلبها وبيطلع شكل القالب بهيدا الشكل. وبعد ما حمينا الفرن خلينا نحط المعمول لمدة 10 دقايق. هلا خلينا نزينهم مع بعض. للزينه عايزين سكر ناعم ونوتيلا. اول شيء بناخذ شويه سكر ناعم. اما بدك تساعديني؟ يلا تعي. وهلا مع سام رح نزين مع نقطه نوتيلا. ناخذ النوتيلا بنقطه على طرف المعمول. هلا خلينا ندوقهم سوا. شو قولك تدوق سام اول وحده؟ اما بدك تدوقي؟ صحتين، رمضان كريم.